لقد بدأت عربيانا كبادرة لأول فريق فروسي نسائي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نوفمبر من عام 2006. لذلك فريق عربيانا مهتم بشكل كبير في كل ما يتعلق برياضة الفروسية، كما أن الفريق قد اهتم بشكل كبير بتصحيح النظرة السلبية التي كان يراها المجتمع حيال المرأة الفارسة. ولذا فإن الفريق قام بإنتاج فيلم وثائقي طويل بإخراج حنان المهيري يحمل قصة الفريق وقضية الفروسية لدى الإناث والصعوبات التي تواجههم، حيث أن الفيلم تضمن عدة جوانب لركوب الفتاة للخيل، على سبيل المثال الناحية الدينية والاجتماعية والصحية. على رمال الصحاري نمتطيه الجياد، لشددت السيوج طفناها بعزم وصبر، حنا بنات الريح نسبك سيل مجرى الواد، نغلب جموح الخيل مول علينا يا علينا يا مر. نظرة المجتمع للمرأة الفارسة شوي ظالمة. Well, actually, I don't know much about that negative vision. وشاركنا حماسنا في الفروسية. اسمي شذرة أحمد الحجاج، عمري 24 سنة. انا لا اكيد ما راح اخلي حد، لان عاداتنا وتقاليدنا ما تسمح لنا ان نخلي حد من الاهل انه يركب. وثاني شيء يعني رياضه شوي خطره هي على البنات. لو كان عندي يعني عندي بنت تمارس ركوب الخيل بكون اول واحد يدعمه. انا عندي ولد وانا قاعد ادعمه وكذا وغيره، ما بالك لو كانت عندي بنت، بالعكس بكون سعيد جدا. يعني رغم اعتراف التاريخ العربي والإسلامي بشخصيات إنسانية سطرن أسماءهن في سجل البطولات وشاركنا الرجال جنبا إلى جنب في بعض المعارك والغزوات، يميل بعض الناس إلى الاعتقاد بفكرة سائدة ومغلوطة تنأى بالمرأة عن رياضة الفروسية، وذلك نتيجة ثقافة العيب غير المنصفة أو خوف مجتمعي غير مبرر على الفتاة من ركوب الخيل. إلا أن ثلة من الفارسات الإماراتيات بدبي اتخذن قرارا جماعيا بشطب عبارة للرجال فقط من قاموس الفروسية على الأقل في دولة الإمارات العربية المتحدة. محمد العزب لديه التفاصيل. إذا أضيفت الأنامل الناعمة إلى اللجام الوردي فالناتج عربيانا، أول فريق فروسية نسائي في دولة الإمارات. تتدرج أحلام فارسات عربيانا من امتوطيد علاقات الفريق مجتمعيا بالقطاعين الحكومي والخاص، وانتهاءا بتمثيل وطنهن خير تمثيل إقليمية وعالمية. ولأجل ذلك يطمحن إلى أن يجتمعن في نادي فروسية نسائي لم يقص شريطه على أرض الدولة بعد، فالزمان الذي أقعد السياح الأوروبيين على الإبل حري به أن يخرج من وراء الكثبان حفيدات فارسات العرب كليلى بنت المهلهل ونسيبة بنت كعب. معظم العائلات زين ما ترضى أن بناتها تطلع مثلا على الخيل زين ويشوفون هالخلق. شو رأيك يعني أن الحرمة في الإمارات تركب خيل يعني بشكل عام؟ إيه. شيء زين ولا مو شيء زين؟ لا زين، ما عليه، عادي عادي؟ عادي. في البداية الأهل كانوا معارضين فكرة أن نحن نمارس رياضة الفروسية. رياضة الخيل بالفروسية خطيرة جدا، ممكن يعني البنت هذه تقع من 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 ظهر الخيل، الخيل يدوسها. إذا الأهل متخوفين يعني لازم مثل ما سويتي هو صح. التي تسلطون عليها الضوء خلال هذا الفيلم الوثائقي. No. The horse riding cannot take away the
personally, from an outside view, I look at this country as being a little bit more male-dominated, that all of the high jobs are really given to the males, and the women's job is really more at the lower end of the job market, or really at home and looking after the children. أولا الشكر لكم ولبنتي حنان والفريق اللي قام بهذا العمل العظيم, ولولا جهد بنتي حنان وإخوانها وخواتها اللي بذلوا هذا الجهد المشكور لما وصل إلى هذا المستوى. مثل ما يقولون نحن الهامات للعمل الجيد, واللي ما يشكر الناس حقيقة ما يشكر الله. فأنا أعتقد أن بنتي بذلت الجهد يوم أفكر وأتذكر أول مرة جتني كان مثل الحلم أن اليوم أحضر هذا العمل العظيم. حقيقة شيء يفرح, وأشد على إيد بنتي وكل اللي يشتغلوا وياها, وأقول لهم إن شاء الله إلى الأمام, ويكفي حنان هذا الحضور الجميل من هذه الأعداد اللي هي نفسها ما تصورت. ومع تطور الفريق فإنه تعاون مع شركات ومنظمات عدة للتعاون في عدة أنشطة مجتمعية. لذلك أعضاء المجلس التنفيذي لعربيانا قد رأوا بأن الفريق باستطاعته أن يتخذ نطاق أكبر لخدمة المجتمع الإماراتي. لذا فإن فريق عربيانا رأى بأن يتحول إلى منظمة غير ربحية للمساهمة في تطوير دولة الإمارات العربية المتحدة من النواحي الاجتماعية البيئية الثقافية والصحية, بجانب المجال الرياضي الذي لا طالما كان اهتمامه الأول. كما تهدف منظمة عربيانا إلى المساهمة والاهتمام بقضايا المرأة بشكل خاص. ومن بعض الأنشطة التي تعاونت بها منظمة عربيانا هي التوعية عن مرض سرطان الثدي, والذي يتم التنظيم له قوافل وردية كل عام تهدف من ورائها تشجيع المرأة على عمل الفحوصات اللازمة والتي تساعد على تدارك المبكر للمرض. وفي العام 2012 لقد تم اختيار مؤسسة المنظمة حنان المهيري لتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة ببرنامج للتواصل في الولايات المتحدة الأمريكية لتشارك بتجربتها ولكي تستفيد من التجارب الأخرى. وكان البرنامج بعنوان دور المنظمات الغير الحكومية في دعم قضايا المرأة. When we first started in 2006, luckily our country is supporting the sport for both men and women. And they even created special races for women only. When ladies races started, like the women participants were like around 20. But now it's increased, like 70 participants in each race. We decided to expand to an NGO that supports women in sport and also in other fields, like the educational, cultural aspects of the community, and also to raise awareness about some of the medical issues. Like for example, we have supported a lot of events that to do with cervical cancer, breast cancer, and thalassemia, because it has a high percentage in our country. And so yeah, I just wanted to share with you. Well, congratulations, that's wonderful, that's amazing. وتسعى منظمة عربيانا إلى المزيد من الإبداع والإنجاز في كل عام.